আপনারা দয়া করতে আমার লাগে সেই দায়িত্বটারে আমি সম্পূর্ণভাবে পালন করতাম পারি। তখন যদি আমি আসবো আমার أيها الإخوة المسلمون اتقوا الله سبحانه وتعالى حق التقوى لأن التقوى هي منجاة في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أيها الإخوة المباركون الحمد كله لله والشكر كله لله صلاة عيد الفطر المبارك بعد فترة طويلة بعد ثلاث سنوات متتالية بسبب مرض خطير بسبب مرض كورونا اللهم احفظنا من كورونا وما استطاع أحد أن يخرج إلى المصلى أو إلى المساجد لأداء الصلوات في خلال هذه السنوات. لله الحمد ولله الشكر. يا الله لك الحمد ولك الشكر. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فيا أيها الإخوة الحاضرون فلا شك ولا ريب أن اليوم يوم عيد الفطر المبارك. يوم العيد هو يوم الفرح والسرور، ولكن السؤال هنا العيد لمن؟ ইতলে